الساعة تشير باستديوهات أرابيل إلى 8:10. وكيف وعدت المستمعين والمستمعات، ضيفتنا اليوم هي مضيفة ديال الطائرة، وغادي تخرج الآن باش تقبض الطائرة، ولكن غادي ناخذها بسرعة معنا. لالا نوال، مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور سيدي محمد، تغرفتي مزيان. كنعتذر ليك لان انا عارفك دخلتي الطائره نزلت في الفجر، وحنا الان معيطين لك في هذا الوقت هذا، وعندك فول دابا غادي تخرجي، ولكن كان بالضروري اننا ناخذك لالا نوال، وما غاديش ناخذ من وقتك كثير. نوال، علاش اختاريتي انك تكوني مضيفه؟ يعني واش كانت حب، كان حلم ديالك حققتيه؟ كان حلم. حلم ديالي كان انني نكون مضيفه طيران، بحكم السفر يعني متعه السفر، كتعرف على ناس جداد، كتساعد ناس، خدمه انسانيه قبل اي حاجه. ما طلعش لك الدم من هذا السماء دائما، في السماء دائما الفوق وبالساعات؟ يعني انا كان نعرف انه الشركه اللي كتشتغلي فيها يعني كتقطعوا واحد المسافه طويله ديال السفر. هي الصراحه خدمة متعبة قبل أي حاجة، أكيد كتشوف أنها خدمة إنسانية وكتساعد ناس وكتنقذ حياة ناس، فما كيبقاش كتبقى تشوف الناس هذوك عندهم الأولوية على حياتك نتايا وعلى في المساعدات اللي كتقدمها ليهم. نعم. وغير هذا فيها يعني متعة، يعني في هذا المجال ديال الطيران فاش كتدخل ليه يعني صعيب أنك تخرج منه. كيفاش كان؟ نعم اكيد بالنسبه لك انت غتكتشفي الجديد وهذاك الشيء، ولكن بالنسبه للوالدين وخاصه الام، يعني كيفاش كان رده الفعل ديالهم؟ مضيفه دائما في الطياره في السماء، الحفيظ الله. صراحه كيكون واحد الخوف من طرف الاهل ديالك، ولكن بحكم اننا يعني خدمه شريفه، يعني مثلا احنا بحكم الشركه اللي كنخدم فيها الحمد لله يعني ما فيهاش محرمات، مثلا خمر لا دخان لا شي حاجه. نعم. يعني كتخدم حلال 100%، يعني حتى الناس اللي كتخدم معاهم، يعني حتى الركاب يعني ما كتسربيوش لهم اي حاجه ديال المحرمات. احنا ما عندناش من المحرمات نهائيا. جميل. حلال 100%، هذه نعمه من عند الله، يعني هذه كتجي تشجعك تخليك، يعني ملي كتشوف شركات الطيران اخرى اللي فيها هذا الشيء كتحمد الله وتشكره يعني انك انت في نعمه. الله يدوم عليك هذه النعمه نوال، وانا كنشكرك بزاف لانك انت معايا الان مباشره، وقريبه من الطائره غادي تمشي تسافري، وانا كنزرب باش نطرح كل الاسئله ديالي. اكيد نوال، انتم مضيفات ديال الطائره يعني نكن لكم احترام كبير وواحد تقدير كبير على العمل ديالكم اللي كتقوموا به، لكن مع الاسف انكم كتصدموا بعض المرات مع ناس ما كيقدروكمش، ما كي او كيقللوا من الشان ديالكم، كيفاش كتعاملوا معهم نوال؟ صراحه يعني هذا الشيء في الاول كان كيجيك شويه غريب، من بعد من تعودنا ومع التجربه وداك الشيء كتولي تجيك عاديه، لانه ناس كل واحد كتعامل معاه على حسب المستوى ديالو الثقافي، كاين اللي ثقافته محدوده وهذا، فما يمكنلكش تعمم ان الناس كلهم خايبين، كاينين الناس اللي هما مزيانين كيعاملوك مزيان وكيشكروك على هذاك الخدمه اللي قدمتي ليهم، دونك وديما الابتسامه على الوجوه ديالكم ضروري، يعني هذيك ابتسامه في وجه اخيك صدقه ضروري. ما الناس هذوك الناس كيعتبروا بحال ضيوف عندك في الدار، يعني خاصك تحاول ترضيهم بجميع الطرق حتى لو هما غلطانين يعني في حقك. بعض الاحيان كاينين الناس اللي كيغلطوا في حقك وكيسبوك وبعد هذا، وفي الاخير كيجي كيعتذر منك وكيحس بالغلطه ديالو، كيشوفك انت مثلا عملتي بواحد المستوى اللي هو راقي. في لقاء نعم مع عمره ينزل المستوى ديال اكيد في اللقاء ديال السنه الماضيه الا كتذكري معايا، قلتي لي واحد الكلمه، قلتي انه بالخصوص عندنا احنا العرب سبحان الله العظيم دائما كننظروا للمضيف ديال الطائره انها خدامه مقابل يعني خادمه. انتم كتقدموا واحد العمل كبير في الطائره. كيقدروا كيفاش كيسمعك مضيفه كيقول لك واو، يعني خدمه اللي هي زعما تضحيه فيها، خدمه انسانيه فيها بزاف ديال الحوايج اللي ناس كبرين ما كيعرفوش قيمتها،
للاسف كاينين الناس كيسيئوا حتى سمعه المضيفه بانه يعني مضيفه راه ماشي انسانه محترمه ولا فهمتي. نعم هذا اشكال اللي مع الاسف انه خص يتحرر منه الانسان. بالنسبه للطائره لالا نوال، واش الطائره هي وسيله او هي الوسيله الاكثر راحه في السفر من الوسائل الاخرى؟ كتبقى حوادث الطيران اقل من الحوادث اللي هي كتكون على الارض ولا في البحر، فهمتيني؟ يعني كتبقى وسيله امنه اكثر من وسائل النقل الاخرى. اذا بالنسبه للطائره يعني حوادث الطيران كتكون نسبه ديال الحمد لله الحمد لله. في حالة ما مني كيكون نعم كيكون يعني كل سنة تقريبا بالنسبة للمضيفات كل سنة عندهم يعني بحال بغيتي تقول كدير ميزاجور المعلومات ديالك، لكان شي حاجة جديدة كتضيفها، كاين بحوثات، كاين معلومات كتجيك من أمريكا من معاهد كبيرة. بالنسبة للطيارين كذلك عندهم كل 6 شهور عندهم يعني تجديد المعلومات نعم. بالنسبه لكم المضيفه يعني الى اي سن محدود اللي يمكن توقف فيه المضيفه ما تبقاش تخدم؟ هو ما عندهاش سن، يعني كاينين على حسب شركات، كاينين شركات اللي كيوقفوا على 67 مثلا، الخطوط الفرنسيه على 67 سنه، كاينين الناس اللي اكثر. ممكن نشوفوا مضيفه يعني كبيره في السن يعني في الطائره؟ كاينين وكاينين الناس اللي واصلين 60 سنة 55 سنة ومازالين خدامين، يعني كاينين الناس اللي حتى الملامح ديالهم ما باينش، ما كيعطيوش العمر ديالهم الحقيقي. نعم إلا لاحظتي أنا أول راني كنطير يعني بسرعة في الأسئلة ديالي. بالنسبة للناس كنعرفوا أن المسافرين ماشي كلهم راقيين، ماشي كلهم في مستوى عالي، لكن بعض المرات كتصدموا بناس اللي ما كيحترموش، كيمكن لهم يرميو الأسماء ماشي شغلهم. نعم هاد الحالات هادي كاينه انظمه كتطبق عليهم، كيتعتبروا بحال بغيتي تقول كيتسموا مسمى بحال الانسان اللي هو مثلا كل حاله اللي كيشكل خطر على المسافرين مثلا. نعم انه كيتعتبر انسان غير كيعرض الناس، كيعرض كل يعني ركاب الطائره للخطر، حياه الطيار كل الخطر. فكاين نظام كيطبق عليه، اولا كتعطيه انذار شفوي، من بعد كيجي الكتابي، من بعد ثالث واحد كيجي اللي هو كينزلوه بسيكوريتي الامن، هما اللي كيتكلفوا مع الوثائق الخاصه بالجواز ديالو والمعلومات الخاصه. وكاينين شركات اللي كيحرموك 6 شهور ما تسافر على حتى شي شركه طيران باش تكون عبر الناس، وفيها السجن مثلا لك فيها قذف ولا شي حاجه كتعطي غرامات بين تتبقى بينك وبين هذاك الشخص اللي سبيتيه ولا يعني تعديتي عليه بشي طريقه قصدي ولا جسدي هذاك الاعتداء. بالنسبه لكم نعم بالنسبة لكم كمضيفات أو حتى الربان ديال الطائرة طاقم الطائرة بالكامل، يعني الآن بحال البارح أو هاد الصباح هذا دخلتوا حتى الفجر والآن أنتم غادي تخرجوا، واش كتعوضوا شي راحة أخرى من بعد واحد السفر طويل اللي فيه ألي روتور؟ بالنسبة لي يعني سافرت البارح جيت من المغرب ورجع إن شاء الله المغرب، رجع للرباط. نعم. يعني 12 عندي 12 ساعة 15 ساعة الماكسيموم في الرحلة الدولية، ولكن كانت رحلة طويلة كناخد فيها ريس ديال باغ اكزومبل 52 ساعة 75 ساعة حتى اللي كترتاحي فيها اللي كنجلس فيها في هذيك الدولة، ومن بعد ما رجع عندي 3 جوغ نجلسها في الدار ما نخدمش. بالنسبة للمضيفة واش بصح؟ نعم تفضلي. عندي ان شاء الله نجلس انوي في الرباط ونرجع نوصل 6 دي ماتان هكاك ان شاء الله نرجع العشية ان شاء الله. نتمنى لك دائما ان شاء الله بحول الله تكوني امين للجميع القوة ان شاء الله. واش بصح المضيفة ما عندهاش الحق تزوج وهي مضيفة الا في واحد السن معين؟ هذه معلومة خاطئة. كأي وظيفة ممكن تزوج، كتاخذ ماتيرنيتي ديالك، عندك حق في ماتيرنيتي لأنه ما عندكش حق تطير وانت حامل ولا هذا. أكيد.
وخص خص المضيفة ضروري أن تديكلاري بأن راه حامل. ضروري سينو كيكون فيها عقوبات في الإدارة، يعني الإنسان تقدر تكون طايرة يوقع لها شي مشكل مع الضغط الجوي، كيكونوا بزاف ديال العواقب. علاش بعض المرات، وهذا هو السؤال الأخير غادي نخليه كختام بالنسبة للمسافرين، علاش كنشوفوا الناس مسافرين وعندهم التيكي ديالهم وفيهم الرقم ديال الكرسي ديالو، وكنلقاو الزحام وبنادم كيضرب وخصو يسربي وخصو يطلع؟ في نظرك واش باقي ما فهمناش أن الطائرة هذه راه في كل واحد غادي يجلس في بلاصتو؟ مازال للاسف كاينين الناس ما عندهمش ثقافه بانه كل واحد راه عنده المقعد الخاص به وكل شيء غيطلع الا كنتي جيتي في الوقت المحدد اللي هو وقت اللي كيطلعوا فيه الناس. واغلبيه يعني البوردين هذا ما كياخذش وقت، يعني 15 دقيقه الا كان طياره مثلا صغيره ديال اللي كتهز 130 ولا 100 130، كتقدر ما كتاخذش بزاف 15 دقيقه راه كيسالي البوردين. ولا كان جوج البيبان مفتوحين، كان طياره كبيره مثلا بوينغ ولا ايرباص 330 او دريم لاينر، المهم انه بالنسبه ليها يعني كيكون راه الوقت الا جيتي في الوقت، على ما كنظن الوقت اللي كيكون مكتوب في هذيك البطاقه تاع الطائره كيكون في الوقت المحدد اللي غادي تطلع فيه الطياره. الا جيتي في الوقت راه وقت كافي وغتطلع وغتجلس في بلاصتك، لانه الانظمه ديال الطيران كياخذوا المعلومات ديالك كامله، وكتخليك انت في الكرسي ديالك في حاله الا وقع شي مشكله وقعت شي حادثه كيرجعوا لهذيك المعلومات ديال هذاك الشخص اللي جالس في هذاك المكان. يعني ما يمكنش لك انت غيغيروك الا لو كنت انت اللي باغي تغير او كانوا شي بلايص يعني غير شاغره في الطياره ممكن تاخذ لانه تبدل. حاضر. للاسف ديما تلقى المشكله ديال الزحام والمدابزه والو، مع الاسف الشديد كنرجع للثقافه والوعي، وهذه فالناس تخصهم بين الحملات التوعيه في جميع هذه الحالات. واش الاهل دائما كيتسنوا من نوال مثلا عرفوها نزلات في شي بلاد من بلدان اخرى، كيتسنوا دائما انها تجيب لهم شي هديه من هذاك البلد؟ هو ضروري احنا معروفين بالمغرب، معروفين بالهدايا طبعا، عندك اصدقاء وصديقات كيوصيوك عفاك نوال. كاين اللي كيكون مثلا شي حاجه محتاجها، كاين اللي انت كتضطر تجيب لشي انسان كيستاهل، تجيب له شي سوفونير باش مثلا تعرفوا انسان مهتم مثلا كيجمع شي حاجه، عنده شي كوليكسيون ديال الماغنيت ولا شي حاجه ديال الدول كاملين تقدر، ولا شي سوفونير كي اللي كيدير لا كوليكسيون ديال السوفونير واحد وشنو. ما شاء الله عليك. غادي نخليك في رساله للناس اللي غيسافروا، اللي الان غادي يتوجهوا سواء غادي يمشيوا للديار المقدسه او غادي يمشيوا لبلدانهم باش يعيدوا مع الاهل والاحباب ديالهم، وغادي ياخذوا الطائره كمضيفه وكخبيره في هذا الميدان وعندك تجربه كبيره في هذا الميدان لاله نوال، اشنو الرساله اللي ممكن توجهي لكل المسافرين؟ هو الناس يكونوا ديما صابورين ويلتزموا بالانظمه وما يحاولوش يخترقوا، لانه اي حاجه ما تخلقتش من عبث. الحزام ديال السلامه اللي مخلوق لو كان ما عندوش الضروره، كاين اللي للاسف بعض الناس ما كيبغوش يربطوا الحزام ديالهم، كيقول لك انا لا ما يحتاج نديرو، لو كانت هذا الانظمه الطيران ما كانتش خلقت هذه الانظمه هذه كامله، هيئه الطيران ما كانتش دارت هذا الشيء كله، لانه كل شيء عنده سبب. دابا كتقولوا لنا طفيو الجاسمات وحنا عاد كنبداو نصوروا وعاد كنبداو، يعني جميع التعليمات اللي كتعطيونا ما كنحترموهاش. ما كنحترموش الناس لانه الاغلبيه ما عرفتش ان هذه كتاثر على السيجنال اللي كيكون في غرفه القياده ديال قائد الطائره، كيأثر على هذيك المعلومات اللي كيتوثقوا بها او اللي كيرسلوها هما، مثلا باش كيكون مسار طيارة فين غادي فين على الرادار، وهذيك كيأثر هذاك الأجهزة النقالة كتأثر عليها. فدابا كاينين اللي الحمد لله كانوا جابوا اختراعات مع التكنولوجيا، مي ستيل كتقدر تخلي تليفونك اوف لاين، يعني هذا المود افيون الطيران المود الطيران انا مود افيون ف تقدر تخدم بالتليفونك اون مود افيون بدون ما تاثر على ال والحمد لله دابا كاين حتى وي في غراتوي ولا في لي زافيون لا ماجوريتي ولاو دايرينو.
يعني يعني انا كنت محظوظ البارح انا كنتواصل معك وانت كتصيفطي لي دي ميساج من 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 قلب الطائره وانت في السماء، ما شاء الله عليك. نوال هذه المره كنتمنى انه يكون لقاء مباشر ان شاء الله، سواء هنا في بروكسل او في المغرب او حتى في المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله، فيما كتب الله. شكرا نوال وطريق السلامة. الحجاج بحكم البارح جيت انا ما جيتش، يعني جيت كوم باساجير. نعم. يعني مع لي فول ديال الحج كتمشي سوا خدام وترجع راكب ولا العكس. يعني شفت الناس ما شاء الله كاين شويه تقدم، كاين تحسن، الناس كلشي الحمد لله شاني. الحمد لله، هذا اللي بغينا، هذا اللي بغينا، هذا اللي بغينا. الحمد لله الرحله جايه يعني هادي، ما كاينش كتلقاي فرق ملي كتكوني مسافره او كتكوني مضيفه، يعني كتقارني نفسك؟ طبعا طبعا، لان كنسافر بزاف انا حتى في الاجازات ديالي، يعني كنسافر سواء مع الخطوط الثانيين، فكتشوف الفرق مع الخطوط المغربيه مع الخطوط الفرنسيه، كتشوف الفرق الايطاليه، كل واحد وكيفاش كيتعامل مع الناس. يعني انا فاش كنكون مثلا مسافره كانسانه عاديه راكبه بحالي بحال جميع الركاب، فاش كنشوف شي تصرف مثلا غير لائق، انا ان نشوف هذيك كوليك ديالي يعني في نفس الدومين وهي كتعامل بواحد المستوى، يعني كتعامل مثلا الناس مستوى اللي ما كيليقش بهم، ولا كتعاملهم على اساس انه ديك الناس مثلا كتدخلي غنشرح لهم. لا ما كندخلش، بعض الاحيان مي كضرني شي حاجه كنحاول نوصل لي رساله انني، يعني انا كنحاول انني من راني بنت المهنه وراه ما كيخصكش تصرفي بداك التصرف، لان ملي كتشوف الناس كيسيئوا لك مثلا كيعاملوك على اساس انني مثلا مهاجره مغربيه في فرنسا ولا شي حاجه، فكنصبر في الاخر لحظه لانه تحطيت في موقف مره كنت مسافره مع هذا العربي للطيران، وصراحه ما عجبنيش التصرف ديال المضيف، كان صراحه ما شاء الله عليه، يعني التصرف ديالو احسن وعلى احسن وجه. المضيفه اللي هي شيف دو كابين ديالهم عملتني بواحد الطريقه كانني انا مهاجره مغربيه مثلا، وبحال انت كتسيء المهاجرين المغربيين انه ما كيعرفوش مثلا يركبوا، ما يعرفوش يجلسوا، ما يعرفوش يعني انك انت قلت لها انا يعني شريت من عندها مثلا ساندويتش وشريت من عندها حاجات اخرين، والصرف ما عندهاش، الولد رجع لي واحد الصرف بقى عنده صرف اخر، باش كل شويه كانت كتقول لي كتدز من حدي كتقول لي فوي باسيونتي مدام، يعني لو بور ديال 2h35 مينيت راه قلت يعني انا زيد خاص يكون عندها نورمالمون الصرف، عندها واحد الطفيه عمرها فيها كاع لي كارونتي ديال الدول كاملين، بغيتي انت كتعاملي مع بليزيوغ ديستيناسيون خاص يكون عندك الطفيه ديالك عامر، وخاصك ترجعي لنا الصرف ديالهم في ان ديلي اللي هو تخي كو، ماشي انك انت تاخذي ساعتين و35 دقيقه وصلنا لكازا ومازال الصرف، وحنا ناس نازلين مازال الصرف ما قدرتيش ترجعيه، هو قال لي سيري عند شاف دو كابين ديالي وراه غتعطيك الصرف، ملي مشيت عندها عطاتني كيف كات للاسف صدمتني. لا انا يا هذه قالت لي مع انها بقات كتهضر مع الكوموندون دو بوغ ديالو، تهضر معاه بلونجلي كوم كوا انا راه واحد الباساجير اللي غير هذوك الناس العاديين اللي ما فاهمه والو وما كتفهم والو، راه بحال انا سبحان الله. كل الناس ما خصش الانسان يحتقر الناس، لان الناس كلها ممكن تقدر تهضر بلغات، اكيد كاينين تهضر بلغات، واخا انا مثلا ما عرفتيش انا شكلي ما تحكمش عليا بشكلي ولا بكلام ديالي، ما عرفتينيش انا شنو دارسه تماما، ولا انا شنو خدام تماما، فالناس تيأم على الناس كاملين، فمن هذيك خديت تجربه يعني سيئه بالنسبه ليا، انه كيف تعامل معايا هكا وابار هذاك الشيء، يعني بدات كتهضر مع الكوموندون دي بوغ انتربريتي لي شوز بهذيك لا مانيير ديالها، يعني هذاك الشيء كله بحال بغات تقلب انني انا مثلا عندي صرف ما عنديش، وعطيتها واحد المونطون اللي هو خيالي، وفي الاخر انا في الصراحه ما صبرتش قلت لها شوفي، فانا بديت كنهضر معاه قلبتها مع اونجلي انا في الدومين، قلت لها لو كنت انت انسانه بروفيسيونيل 40 مينيت غترجعي لي الفو ديال 40 مينيت غترجعي لي صرفي، وغتكوني بعتي ودرتي بزاف الحوايج، مالوغوزمون نوال كنتمنى لك عوده ميمونه ان شاء الله، ونتمنى انه يتجدد اللقاء معك دائما، وطريق السلامه الله يوصلك على خير. امين يا ربي. شكرا نوال، تبارك الله عليك. شكرا.
شكرا بارك الله فيكم. تحية. إذا كانت معنا المضيفة ديال الطائرة لالا نوال اللي الآن كتستعد للعودة إلى أرض الوطن.